حنينا يا حنينا يا حنينا يا يا قمر. على هذه الأنغام تفتل خالتي فتيحة الكسكس استعدادا للاحتفال برأس السنة الأمازيغية، وهذا ككل العائلات التلمسانية التي تفتخر بهذه المناسبة السعيدة. نحتفل كل عام في مدينة السواحلية بيناير باش تكون سنة خير وفرحة للفلاحين وجميع الناس إن شاء الله. فيما تتزين الفتيات بألبسة وحلي يميزهن عن الجميع كتقاليد وأعراف للاحتفال بيناير، وتجتمع العائلة بعد وجبة العشاء على طاولة منوعة بالحلويات التقليدية. عائلة سبيح كل عام نحتفلوا بهاد بيناير، في الليل نوجدوا الطعام ونوجدوا المكسرات، ولا كان عندنا طفل صغير مزيود هو الصغير في الدار نكبوا عليه هذاك، حنا نقولوا المخلط. أجواء من البهجة والسرور تعيشها عائلة سبيح وهي تحيي هذه الذكرى التي جمعت الكبير والصغير على طاولة واحدة. بمناسبة الاحتفال بيناير نطيبوا عدة مأكولات، منها السفنج، البغرير، كاين خبزة يناير وعدة مأكولات أخرى. وهذه العادات والتقاليد والمأكولات أيضا تختلف من منطقة إلى أخرى. تتفنن النسوة والعائلات في التحضير لهذه المناسبة الشعبية اعتزازا وافتخارا بتراثنا الجزائري الأصيل. عادات وتقاليد يناير التي توارثناها أبا عن جد إلى يومنا هذا ونحتفل بها في جلسات عائلية. هي عادات وتقاليد يعتز بها الجزائريون، تتنوع بين المأكل والمشرب، تبرز أصالة وعراقة الممارسات الثقافية الشعبية الجزائرية. سلام سيدي رسول.